إذا إحنا لسانا الآن بالجير هويستينج سيستمز. والمثال هذا بلا سكر الباب يا سير. والمثال هذا راح نستخدم فيه كاونتر ويتنج. قلنا الكاونتر ويتنج يوز تو ريديوس موتور تورك باي كانسلينج ذا ديد. وإذا الهدف من هذا السؤال بدنا نختار finding the torque required from a squirrel cage induction motor for a counterweighted elevator. هلا السيستم عندنا سكويرل كيج اندكشن موتور جاي هون 3 فيز سبلاي بفريكونسي 50 هرتز. عندي عدد البولز بير فيز 4. بعدين عندنا من هون مشبوكين على جير بوكس والجير بوكس ار جي تو 1 تساوي 39 لواحد او 78 لاثنين. نفس الشيء. بعدين عندي من هون طلعنا على شيف. والشيف بعدين في هون عندي ماس وعاملين كاونتر ويتنج. والماس هون هي عبارة عن باسنجرز مع كار ماس. فعندي الباسنجرز بي الكار سي والكاونتر ويت سي دبليو. وراح نعمل هون كاونتر ويتنج الكاونتر ويتنج ريشيو او الكاونتر ويتنج فاكتور الكاونتر ويتنج فاكتور او ريشيو هي بيتا. البيتا بالحاله هاي 0.5. فعندي الكاونتر ويت بيساوي بي زائد بيتا في سي وسي اللي هي الكاربون. فبدي الغي عفوا اسف هذه سي زائد بيتا في بي وسي اللي هي الكار ماس. والكار ماس في الحاله هاي 1000 كيلوغرام والباسنجر الفول لود 600 كيلوغرام. فراح يكون الكاونتر ويت ريشيو هو 1000 زائد 0.5 مضروبه في 600. راح يكون الماكسيمم لود اللي بده يحمله المحرك هو 300 كيلو لانه ال1000 راح تلغي ال1000 وال300 من هون راح تلغي نص ال600 او اذا كانها فاضيه الكار راح يكون في عندي 300 فراح تصير هذه هون 2300 كيلوغرام. فالكاونتر ويت هون راح يكون 1300 كيلوغرام الماس. الشيف دايمتر دي اس بيساوي فاي ويساوي 630 مليمتر او 0.63 متر. راح نهمل وزن الاحبال فهدول روبس روب ماس نيجليجبل. راح نهمل وزن الاحبال وبس راح نركز على الاوزان اللي موجوده هون. عندي الافشنسي الفورورد افشنسي اظن بالسؤال هون 85%. وعندنا كمان الشيف اي شيف 3 كيلوغرام متر سكوير اللي هي هاي هون اي شيف 3 كيلوغرام متر سكوير. راح نفترض انه جي عشان نبسط الامور لان هيك عمل الحسابات 10 متر بير سكند سكوير. حكينا 50 هرتز 4 بولز بير فيز 0.5 نيجليجبل روب ماس. اوكي وكل المعطيات موجوده بهذا السؤال. اللي مطلوب هون على فكره ما دخلنا احنا بالسبيد تايم بروفايلينج بس لو بدي اشتغل مظبوط واحل هذا السؤال بشكل كامل راح ابدا كمان بالسبيد تايم بروفايلينج. الاختلاف الاساسي هون بالسبيد تايم بروفايلينج لهذا السيستم لانه بيحمل اشخاص ما راح يكون الجيرك
انفينيت، رح يكون الجيرك فاينايت. فشكل الكيرف ما بصير يكون في عندي discontinuities في الاكسلريشن، لانه هون رح نحمل اشخاص فرح يكون في شعور بالديسكمفورت. اذا نبدا نعمل حسابات، اول شيء خلينا نعمل الخطوه الاولى اللي هي تشيك سبيد از كوركت، بدنا نتاكد انه السرعه تبعتنا صحيحه. اللي مطلوب بالسؤال A required، هاي هون المطلوب A required 1 متر بير سكند سكوير، هاي هي التارجت اللي لازم نحقق ولازم نحقق. وهون راح احط سهل انها الى الاعلى، يعني بدنا نقدر نعمل الاكسلريشن الى الاعلى بمقدار 1 متر بير سكند سكوير. اذا اول تشيك راح نعمله، راح نعمل تشيك هل السرعه صحيحه. راح احسب اول شيء السينكرونس سبيد، فان سينكرونس سبيد بالار بي ام بدها تساوي 120 في اف على بي، وبي اللي هون بالحاله هاي اللي هو نمبر اوف بولز بير فيز، فبتصير عندي 120 في 50 على 4، 120 على 4 ب 30 في 50 1500 ار بي ام، وهاي هي السينكرونس سبيد، هاي السبيد اللي بلف عليها الروتيتنج ماجنتيك فلكس دنسيتي في داخل هذا المحرك، مش اللي بلف عليها الروتور. السليب احنا نسينا هون نحط السليب، السليب اظن انه 5%، فالسليب هون لازم نحطه 5%. فسليب 5% بصير عندي هلا ان اي سينكرونس بتساوي 1 ماينس 0.05 مضروب في 1500 ار بي ام، واللي بتعطيني 1425 ار بي ام. مباشره احولها لاوميجا، فبصير عندي اوميجا هاي سبيد شافت بدها تساوي 1420 25 على 60 في 2 باي، واللي وحده باي 2 باي اذا متذكرين هي راديانز بير ريفولوشن، و60 هي وحدتها سكندز بير مينيت، عشان احول من ار بي ام احول الى راديانز بير سكند، فبيطلع معنا الرقم هذا 149.23 راديانز بير سكند. هاي سرعه الهاي سبيد شافت. هلا سرعه اللو سبيد شافت باي ديفينيشن بتساوي 149.23 على 39 39 لواحد اللي هي نفسه 78 لاثنين، فبيطلع معي هذا الرقم هون 3.826 مضبوط 3.826 رادز بير سكند. وبالتالي V اللي هي الخطية، السرعة الخطية هاي اللي موجودة هون راح تكون أوميجا لو سبيد شافت في دي اس على 2 وتساوي 3.826 مضروبة في 0.63 على 2، فبتطلع السرعة الخطية مفروض تطلع معنا 1.2 متر بير سكند مضبوط. هاي سرعة يعني مقبولة منخفضة شوي يعني، بس هيها من الريتد سبيدز. الريتد سبيدز الخطية هذه طبعا التوب سبيد، لما المحرك هون بوصل أعلى سرعة له، المصعد هون بوصل هاي أعلى سرعة. وزي ما حكيت أنا ما دخلت في السبيد تايم بروفايلينج هون، بس لو احنا دخلنا في السبيد تايم بروفايلينج راح تشوفوا سبيد تايم بروفايل تبعنا بيكون شكله عادة راح يكون شكل سبيد تايم بروفايل بهذا الشكل. وإذا بنطلع على هذا الكيرف في عدد من الأشياء راح تلاحظوها، بتلاحظوا هون احنا ماشيين على هاي التوب سبيد لفترة منيحة، هاي هي الـ 1.2 متر بير سكند. بعدين عندي هدول فليتد أو يعني سموث ترانزيشنز، وسببهم إنه الجيرك فاينايت مش انفان، وعادة الجيرك بيكون بحدود ال 1 متر بير سكند كيوبد، فالجيرك هون فاينايت لاني بنقل ركاب، فعادة بيكون جي اقل من او يساوي متر بير سكند كيوبد، مثلا خلينا نقول 1.5 1 بهذه الحدود. وكمان السلوب هذا اللي موجود هون هو قيمة الاكسلريشن اللي مطلوب، فاذا حطيت راح احطهم مثلث، انتم فاهمين ايش معنى هذا المثلث اللي هو السلوب هون بحدود ال 1 متر بير سكند سكوير اللي هي ريكوايرد اكسلريشن المطلوبه من هذا النظام. هذه بس نقطه سريعه ما دخلنا فيها بالتفصيل، في تفاصيل اكثر على سبيد تايم بروفايلنج تدرسوها في المواد المختلفه. في الروبوتكس في سبيد تايم بروفايل مختلف، ممكن استعمل كوارتيك بولينوميال لسبيد ايفنتس تايم وهكذا، هاي شغلات او نوتس مختلفه على سبيد تايم بروفايلنج.